شنو ذنبهم؟ يعني عمتي هسه شنو ذنبها تنام بالإنعاش ومرة كبيرة بالعمر ومحروقة كلها، أولادها اثنين بخطر، زوجها بغير مستشفى، أولادها بالموصل، جنتها مكسورة، دعمتها السيارة بنفس اليوم العرس، يعني مأساة حقيقية. شنو هذا؟ رايحين على عرس لو رايحين على عزاء؟ يعني عالم تريد تفرح شوية تجيها هفة، الله ما يقبلها. يعني ما أعرف شو أحكي، يعني أنا ما أعرف شو أحكي، يعني الله ينطي الصبر للكل، الله ينطي الصبر للكل. صدقني كل المنطقة أهلي وناسي، كل المنطقة أهلي وناسي، كل المنطقة. بيت عمتي موجودة هنا نعم، وحالتها حرجة جدا وهي بالإنعاش، ما نعرف راح تقوم راح تروح، ما نعرف كل شيء، ما نعرف. اليوم جبتوها؟ اي اليوم جبناها الصبح من ابو القاعة، ما بيها لا اطفاء مال حريق لا ابد. يعني صار لها كم سنة ما اعرف، خلينا هاي الساعة عودات، لا باب طوارئ بيها مثلا خلفي، لا ابد ماكو صيانة لا ادارة ابد، بس يسحبون فلوس يخلون يجيبون، هذا اللي كان يهمهم، بس ما همهم سلامة العالم الا ما وقعت هاي المصيبة فوق العالم. القصور من ابو القاعة الاول والتالي، واللي خلاه يسوي قاعة وفوقه عامل ضغط عالي، اللي انطاه يعني مذكرة، اللي انطاه موافقة يبني قاعة يم عامود ضغط عالي بدون اجازة. اكو واحد يسوي قاعة بالاعراس وفوقه عامود ضغط عالي، وين صايرة؟ اللي انطاه موافقة له ذنب هذا الشيء، هو شريك بهي الجريمة. هذا يعني ما نقدر نحكي اكثر من هذا، يعني تشوف يعني حد لان جو واحد هسه قبل شوي يدور على زوجته، واحد يدور على واحد يدور على زوجته من الموصل ما لقوهم بالموصل، وجو بأربي ما لقوهم، وين راح يلقون بعد؟ من يتحمل هذا؟ ابو القاعه دور ظهره راح. يعني اكو مفقود لحد الان، اكو ناس ما شايفها، اكو اطفال، اكو كبار بالعمر. انت عائلتك احد من عائلتك؟ انا ما عندي، بس عندي قرايب، يعني لا ساكن عكاوه، بس اللي شفناه واللي يحكونه جماعه بي، يعني كل شيء كان على الواضح ومبين، يعني ما يحتاج واحد. وكلهم عوائل، يعني ما بيهم غريب، منطقه كلها مسيحيين، يعني كلها عوائل وكلها كلها قرايب، ما بيها غريب. وحتى الغريب يحترق قلبه قبل القريب.